مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من بانوراما ورح أبديها بمعاناة الإعلاميين والصحفيين بشكل عام وهو قانون حق الحصول على المعلومة يعني اليوم أنا كإعلامي أريد أروح أحصل على معلومة من دائرة معينة راح ينشلع قلبي، واروح لازم اقدم، قدم موافقات، قدم فلان طلب لفلان جهه، لفلان مسؤول، لفلان مدير حتى احصل على موافقه، وبالتالي هذا كله وقت فات، ما قدرت احصل لا على سبق صحفي، ولا قدرت احصل على المعلومه في وقتها، ولما يمر الوقت مثل ما تعرفون، ما فائده المعلومه. إذا مر عليها وقت طويل بالتالي هي قد تكون تسربت أو أنه استخدمت من قبل أشخاص آخرين أو قنوات أخرى بالتالي ما قدرت أنا أحصل على المعلومة المناسبة في الوقت المناسب عندنا هذا التقرير خلونا ننتقل إلى ومن بعدها لنا عودة. قانون الحصول على المعلومة واحدا من القوانين التي اثارت جدلا كبيرا في الاوساط الاعلامية والصحفية والذين عدوه قانونا لحجب المعلومة واحتكارها من الوزارات ومؤسسات الدولة. انت تدري في القانون اكو مادة مضحكة انك لا ينبغي ان تحصل على المعلومة الا ان تدفع رسوم مالية للمؤسسة. يعني المعلومة مقابل مال، واذا لم يوافق المسؤول في الوحدة التنفيذية أو المؤسسة المعنية بالمعلومة التي تبحث عنها أنت فلوسك والمعلومة لم تمنح لك هذه مادة مضحكة هذه مادة تثير السخرية ثم الضوابط المعومة في القانون حقيقة ما جاي نفهم لأن بلا معايير معلومة تهدد الأمن العام من يهدد من يحدد ملامح الأمن العام من البرلمان المسؤول الامني في الوحده الاداريه اللي عايش بها استخبارات مخابرات امن وطني بعدين هذا القانون يتيح تقييد مرعب لعمل الصحافه ووسائل الاعلام نواب اكدوا ان القانون يصب في المصلحه العامه وتشريعه يحد كثيرا من اساليب بعض البرامج والمؤسسات الاعلاميه بطريقه الحصول على المعلومه دون مراعاه حريه التعبير والصحافه والاعلام. الحصول على المعلومه تعرف جنابك احيانا بعض يعني التصرفات يعني نقول عليها الغير قانونيه او التصرفات السلبيه. آه هذه حقيقة عمت على القنوات الرصينة اللي هي تؤدي المعلومة بشكل آه بشكل صحيح. آه أحيانا آه هناك نظرة على بعض آه نقول عليها الفضائيات تدري كثرة الفضائيات بالعراق وعلى بعض المقدمين البرامج خاصة برامج السياسية انتقاد سياسيين كذا بها ابتزاز وبها بعض الأمور الأخرى. هاي موجودة لدينا في مجلس النواب العراقي. ومن الفقرات التي أثارت جدلاً كبيرا في هذا القانون هي الحصول على المعلومه مقابل اجر يحدده رئيس تلك المؤسسه لسامر الفضائية عادل حسني بغداد نعم مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد هذا التقرير ومثل ما شفتوا بانه كثير من المدونين يصف هذا هذا القانون بانه تحجيم لحريه الصحافه وتكميم لافواه الصحفيين، يعني اليوم انا لما اجي بالمعلومه ورد اجي اطلع بالاعلام انه انشرها او اوصل صوت او مناشده او اوصل فت حقيقه صارت او ما تجري بالبلد، المفروض هذا شغلي، انا لما اجي اخدم عليه هيك خطوه المفروض يكون هنالك تعاون من قبل السياسيين، من قبل المسؤولين، من قبل الدوله والحكومه، لكن اتفاجئ بقانون يمنعني، ومثل ما ذكر قبل قليل احد الاخوه هنالك ماده تسمح بانه يؤخذ المال مقابل المعلومه، يعني هذه ما بالعالم كله انه اجي حتى احصل على معلومه اخدم بها بلدي، اخدم بها شعبي، او اؤدي بها عملي على وجه على وجه الخصوص، اجي اتفاجئ بانه لازم ادفع المال، وفي حال ما وافق المسؤول على انه اني احصل على هاي المعلومه، فيقول لك راحت فلوسك. ما عندك شيء يمنه لأجل هذا الموضوع الشائك والكبير عدت الأستاذة المحامية سجل عامري معي داخل الاستوديو نرحب بها نعم مساء الخير ست سجل مساء النور ست حبيبتي مساء العافية عليكم وعلى جميع المتابعين وعلى جميع القناة الكريمة نورتينا نورج. سسجة شفتي قبل قليل بأنه نعم. حرية الصحافة والإعلام على الحافة بحيث يقول لك أنه أنت ما تقدر تحصل على المعلومة إلا بعد موافقات وإجراءات قانونية معقدة وطويلة ومرات المعلومة توصلني متأخر نعم. يعني ما فائدة المعلومة في حال وصلت متأخر شو ممكن تفيدينا بهذا الموضوع قانون الحصول على الموافقات أو الحصول على المعلومة بوقتها المناسب للأسف الشديد ست احنا القانون المفروض يطور أو يطلع لخدمة العامة نعم. وخدمة المصط... المجتمع والمصطلح الإعلامي. إحنا نعرف إنه الإعلام كسلطة قوية جدا هي السلطة السابعة وسلطة الرأي وسلطة حتى الدستور العراقي أكفل حرية الرأي وأكفل حريات الحماية لهم وحماية القانون وحماية المعلومات. نعم. للأسف هذا القانون أنا أحس إنه قيد جدا الصحفي او الاعلامي نعم لان احنا كثير ما تصدر ست احنا نشوف احنا على قنواتات كثير معاديه او او خلينا نقول احنا قنوات ضد المجتمع نعم. او ضد امن الوطن او ضد استقرار او ضد شو اسمه توصل الفكره نعم. غلط لهم نعم. زين انا كاعلامي كشاتين ارض اوصل للخارج انه اني المعلومة اللي جتني هاي صح لو غلط زين انا اذا حددوني وقالوا لي انه انت ما يصير طب مجلس نواب او ما يصير طب وزاره معينه او ما يصير طب آه كذا مؤسسه زين أنا بهالحالة شنو دوري راح يكون؟ راح يكون دوري اعتيادي يعني أنا حالي حال أي موظف نعم تعطيني وأني أملي وأسوي هذا غلط هذا ضد أصلا فكرة الإعلام لأن الإعلام حر الإعلام هو أساسا خلق لحماية المجتمع وأيضا لتطورات وأيضا للأحداث الموجودة ما بالولد ف... سواء كان وضع عفوا سياسي أو وضع أمني أو وضع ثقافي أو وضع سينما إلى آخره لأن إحنا مجالات الإعلام الإعلام متطور بجميع صفاته نعم بناحية النشر بناحيه التصوير او بناحيه كان من تكون الى لا. التصوير القانون اللي صدر للاسف الشديد صار قانون مقيد لكم لا. وسالب لحرياتكم صار انتقاد احنا المفروض انه مصدر التشريع الاساسي هو الدستور زين لما أجي اصدر مصدر يختلف عن الدساتير يختلف عن ما نص عليه الدستور عن حمايتي آني هالحاله شو راح اسوي اوكي انا يعني جيت وياكم ما عندي اشكال اكو معلومات امنيه مثل ما تفضلوا مثل ما قالوا انه ما يصير تطلع او ما يصير انا يعني ما لي دخل هذيك ما تكون اعلام هذيك تكون سياسه نعم. تختلف عنا انتم تريدون احنا نريد نطلع نطلع احنا مجال احنا مجلس النواب هذا من السلطه التشريعيه المفروض كل قناه كل مؤسسه اعلاميه يكون لها من ينوب عنها نعم. لان هذا حق حق المشاهد حق المتابع حق المستمع كلها اللي توصل للفكرة أن تجي اليوم يقولون عن حادثة كذا صارت بالعراق أو قانون سن أو شرع هل من معقول آني الإعلامي ما يطلع يقوله غير مؤسسات أو غير جهة أو أي شخص ما له صلة بالإعلامي يحكي وأني ما أحكي فهذا ما يجوز المشكله ست اللي دا نواجهها ايضا انه احنا ممنوع نتكلم بمعلومه ما عدنا بها مصدر حقيقي بالتالي انا لما ما اكون متواجد في مجلس النواب او ما اكون متواجد بالدائره الفلانيه او بالموقع اللي صار بفتح حادث معين بهالحاله انا ما راح اقدر انقل الحقيقه كما هي للمشاهد راح اتحاسب اني على المعلومه اللي نقلتها يعني آني ما يصير كاعلامي اجي اقول سمعت من مصدر ما لا لازم احدد المصدر لازم اجيب المكان اللي اني فعلا اجيب المعلومه من عنده لما راح يمنعوني بهالحاله شنو الماده القانونيه اللي اقدر اني الجا لها في حال منعت من اخذ اي معلومه احنا عندنا دستور طامن كافي الموجود الى مثبت الحريه حرياتكم هنا للاسف السياسه دخلت نعم. جدا حاليا انه السياسه قامت تدخل بالحياه الاجتماعيه بواسعها وتقييدها نعم احنا مال العلم بلد ديمقراطي وحريات نعم. زين أن اني الاعلام جهه سلطه لا يمكن الاعتراض عليها وحتى الدستور حتى مو بس بالعراق بجميع البلدان له نعم. يعني انت انت قيدتني هنا انت حاططيني المعلومه اللي انا اريدها يعني معناته هنا صار تقييد والاعلام حر فاذا هنا راح يتنافسك راح يتنافس سن التشريع القانوني مع الدساتير هنا أنا يمكن ندفع عنها بس تعي انت بالمحاكم احنا ما راح نقدر نطور او ما نقدر نسوي شيء الا تشريعات الا قوانين الا من يفهمنا الا من يوصلنا فهذا يعني القانون انا احسه انه مقيد مو مطي حريه مقيد جدا إله انا يعني يوم اللي اجي اوكي انا على عيني على راسي كثره القنوات نعم. كثره الاعلامات كثره الشياطين ليش كل مؤسسه موجود نعم. بها كادر فني مختص من الإعلاميين وخريجين معناتها إنه جانب الإعلامي جانب مهم جداً جانب لازم يوصل المعلومة الصح والمضبوطة أني كممثل وزارة الإعلام. نعم. أنا كممثل وزارة العدل كل وزارة إلها قسم خاص بالفنيات اللي هم متكونين من الإعلاميين حتى يطون يعطوني المعلومة صحيحة نعم. للمتلقي وللإعلامي أنا جت قيدته وجيت أنا قلت حتى فلان مثلا صدر تشروع إحنا مادات كثيرة خلينا نروح على حوالي شخصية مادة تعديل 57 إحنا من نحكي بيها الاعلام اذا ما كان عنده خلفيه عليها اذا ما سمع من مجلس النواب ايش وقت راح تكون الى قرارته ايش وقت شلون راح يعرف وشون راح يقدر يجادلني يكون امامي اكيد فهنا أكيد يلتجئ للقانون والقانون للأسف لحد هسه ما مسوي مادة تعديل له. نعم. زين كمختصة بالقانون حضرتك وكمحامية اليوم شلون تشوفين تعديل على هذا القانون بما يصب في مصلحة الإعلام؟ لا أول شيء صدق إنه هذا أحس إنه مجحف، قانون مجحف لأن هنا أنا قيد. نعم. قيد الإعلانيين، قيد الحرية الإعلامية، قيد وصول الفكرة والصحيح للعراق، هسه داخل العراق معروفين. نقدر توصلنا المعلومه بس خارج العراق عن وضع الامني او عن القوانين، هسه انا مغترب خارج العراق. ما راح اعرف ما راح افتهم صدر علي قوانين ما صدر علي قوانين، شنو المصدر الاساسي صح ما غلط، لازم اكو اعلام، لازم اكو جهه كانت ممثله، هسه اجي انا اقول فلان شخص قال فلان معلومه، ارجع لليوتيوب القى هالمعلومه ما مثبته بالاعلامات، زين انا هنا شلون راح احترم؟ فهذا اعتبر انه شيء غلط ومجحف بحقهم. نعم واحنا معكم للتعديل ست سجى شلون تشوفين موضوع تسييس الاعلام يعني يكون هذا الاعلام او هاي القناه تابعه لجهه معينه تقدر تشتغل وتحصل على المعلومه اما اعلام محايد وقناه محايده ما تقدر تحصل على المعلومه شلون في هذا الموضوع من منظور قانوني آه طبعا خطا لان هو مخالف اساسا للقانون لان القانون ما حدد القانون مشرع ومسن على الكل نعم لكل صحفي ان كان مصدر معروف او قناه معروفه الى الحق بحصول على المعلومه الصح لايصالها الى المتلقي نعم. سواء كان داخل العراق او خارج العراق هنا للاسف السياسه صارت تلعب دور جدا كبير بالعراق آه انا طبعا ما أحب احكي من الوضع السياسي ارجو المعذره نعم. آه دخلت آه بهاي الحياه حطت انه شيء شيء لانتفاعات شخصيه نعم واللي كثير بعد تعرف انه يعني اذا ندخل بالعمق يا نعم. ستي راح تنفتح كثير مش شغلات واحنا بغنى عنها نعم <applause> انا اعتذر عن فما راح اقدر اشرح بعد الباقي نعم. بس انه هنا انا قيدت لانتفاعات شخصيه لان هسه كثير ما صارت من القنوات او كثير من الاعلاميين انه هالقناة القناه مخصصه لفلان شخص هاي لفلان جهه نعم. هاي من حقها وهذا من حقها زين هذا ظلم احنا اساس القانون مساواه المفروض مو نعم. من انا اميز هاي عن هاي معناتها شنو مثل ما هذا الطرف من حقه انه أوكي. او سياسته تتبع انه هو يجيب المعلومه م. ويرتبها حسب ما هو يشوفه أه. انا من حقي اني اجيب المعلومه الحقيقيه كاعلام مستقل م. او كاعلام حر أه. خلينا نقول لانه اعتقد القانون كفل لنا حريه التعبير مو ستي نعم. وايضا هم اصلا الطاقات الشبابيه يعني هنا جاي تقيد انت قناه وتخلي قناه الطاقات الشبابيه الاعلاميين كثير جايين يريدون يشتغلون بهذا المجال <applause> احنا نلقي احنا يوم انا اعلامي لازم احصل للشي حتى <applause> أن يكون هذا منسوب إلي فخر إلي أنا حصلت هالمعلومة الصح <applause> بالتالي هذا مجهود وتعب مو أنا ليش أنفي ليش أنا هيك الطاقات الشبابية ليش أنا الإعلام مالتي جاي قيدة بالعكس ما أنا أقوي ما أنا خلي أكثر يكون قوة إلي لأن هو السلاح الذي لا يغلب الإعلان للأسف للأسف صار بيد ايادي نعم سياسيه بحته نعم سجل الحديث واقع ولكن خليني انتقل لهذا التقرير ومن بعدها لنا نعم مشاهدينا الكرام الى هذا التقرير من بعدها لنا عوده لم تكن الدورة النيابية الخامسة لمجلس النواب ملبية للطموح حتى هذه اللحظه حيث لم يشرع البرلمان قوانين كثيره تركت على ارف اللجان البرلمانيه منذ اكثر من دورتين أعتقد إذا أردنا نتحدث عن الدورة البرلمانية الحالية لم تعطي الإنتاجات في التشريعات التي ربما تكون مهمة بالنسبة للحياة العامة والشارع العراقي وعملية المشاكل والمشاكسات السياسية والذهاب إلى أضعاف الشخصية المعنوية للسلطة التشريعية في إصدار القرارات والقوانين بات واضحا في العمل السياسي وبالتالي قد لا يكون وفق المستوى الطموح من التشريعات قانون النفط والغاز وقانون الحصول على المعلومات وقانون حريه التعبير والكثير من القوانين المهمه ما زالت متروكه لعدم التوافق السياسي بين القوى السياسيه لحد الان مجلس النواب لم يتعرض الى القوانين الرئيسيه التي يطالب الشارع العراقي وتطالب القوى السياسيه بتشريعها كثير من القوانين لا زالت معطله منها قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقه بين المركز والاقليم وممكن ان يحل كل المشاكل التي تعترض العلاقه بين الاقليم والمركز هذا اولا، ثانيا هنالك قوانين مثلا حق الحصول على المعلومه لا زال يتراوح بين القبول والرفض وهنالك مؤشرات وملاحظات عليه كثيرا من القوانين لا زالت معطله وهي قوانين مهمه جدا يجب ان يذهب الى تشريعها مجلس النواب في هذه الفتره ويرى مراقبون ان الدوره البرلمانيه الحاليه هي الاقل نشاطا وتشريعا للقوانين من بين الدورات السابقه لسامراء الفضيع للحسني بغداد شكرا للزميل علي الحسني على هذا التقرير واعود الى ضيفتي الكريمه المحاميه سجاس السجا مثل ما شفتي حضرتك بان يعني يقول لك هنالك قانون موضوع على طاوله البرلمان لم يناقش لحد الان وهو قانون حريه التعبير وحق المو او الموافقه والحق باخذ المعلومات من مصدرها الاساسي ليش برايك هاي المماطله والتسويف بسن او تشريع هذا القانون لانه صراحه نعاني منه احنا كاعلاميين اليوم ست للاسف انه القانون اساسا يشرع لمواكبه الحياه وتطور بالضبط تمام متاح بالتشريع متاح بالتعديل نعم. لان هو اساسا خلق لمواكبه الحياه الاجتماعيه اللي تطرقت على المجتمع زين انا من اجي كثير من مواقف مو بس عفوا يعني آه كقانونكم نعم التعبير عن حريه الراي او حق الصحافه او حق اداء الراي نعم. او كثير من القوانين اللي مهمه واللي ماسه نعم. بحمايه الاشخاص احنا يعني ما شاء الله احنا نوابنا جل احترامي من الناحيه القانونيه ما جاي يمارسون عملهم بصوره صحيحه وصفت بالدوره الاضعف في تشريع القوانين طبعا لان يعني احنا ما جاي نشوف هسه حاليا كمجلس نواب صار الحدث هسه احنا ما شفنا قانون الشرع او الطرق مجرد بس قراءات نعم والقراءات ما ترجع المصادر يعني تكون يعني ما, يعني مدى ما يعني ما في مصلحه, مصلحة الشعب, الشعب, الشعب او مصلحه الحياه المتطوره له نعم. زين اني هسه احنا عندنا صار ما شاء الله مجال الاعلام اني آه كان الاعلام مختصر خلينا نقول بس رئيس الوزراء هسه احنا عندنا مجلس النواب احنا عندنا العلاقات العامه احنا عندنا كثير من من التبعات الحياتيه مجال التربيه مجال التعليم مجال التطور مجال زين اوكي انا يعني اذا كاعلامي اذا انا يعني ما لي حق انه احضر انا يعني كوزاره التربيه اجي احضر وشو شنو اللي شنو بلي يختم الطفل انا يعني راح اطلع انا يعني لازم تكون لي سلطه لازم انقل هذا المشروع لازم اوضحه انتم دوركم جدا مهم الاعلام جدا مهم دور الاساس لان انا احنا كثير ما نعرف انه لازم لما ننقر مشروع لازم يكونون حاضرانين جهة اعلاميه حتى توصل الشعب حتى توصل للناس اللي تفهم به اللي تعرف به اذا انا منعت هذا الشيء شرح راح راح يصير بالضبط غلط مو بس مشروع الاعلام ست كثير من المشاريع اللي هي مصلحه المجتمع العراقي نايمه يابا شنو سالفه ما نعرف احنا نخاطب ونحكي ونقول يابا احنا المجتمع محتاج تطورات محتاج احنا حمل السلاح اللي صاير احنا محتاج مفروض انه تعليمات اه تكون صادرة وتكون فورية حتى تحديد هذا الشيء احنا الاحزاب اللي جاي تنتشر يوميا طالع لنا شغله يوميا طالع شيء هذا المفروض اكو قانون يشرع له حتى ينظمها حتى يسير عليها احنا ما احنا بلد مو اه عفوا على هاي الكلمة مفوضة. مو فوضوي احنا بلد الى قانون والى دستور والى مجلس نواب والى وزير والى من ينفذه المفروض يتابعون هذا الشيء شغلهم مو بس مجرد انه المفروض انه اني اخذ ومخصصات المفروض اني اجيت بهذا المكان حتى اخدم الشخص الضعيف قبل القوي بالضبط زين استاذ طرقتي الى موضوع حمل السلاح وقوانين حمل السلاح ولحد الان ما هو نعم. قانون دا يجرم حمل السلاح او ده يطبق فعليا لموضوع حمل السلاح والدليل على هذا بانه كثير من الحوادث اللي دا تصير منذ ايام قليله شفنا الحوادث اللي صارت في بغداد جديده وشفنا الحادث ايضا اللي صارت في سوق مريدي وغيرها وغيرها واغتيال ناشطين واغتيال صحفيين واعلاميين شلون دا تشوفين هذا الموضوع من ناحيه قانونيه من ناحيه قانونيه جدا احنا القانون 51 لسنه 2017 نعم. جرم هذا الفعل وفق احكام الماده 15 جرم حمل اي سلاح دون رخصه للاسف الشديد تعاون الصاير بالبلد او خلينا نقول احنا كثره الأحزبة بالعراق او كثره المؤسسات اللي تكون سياسيه وغير سياسيه صار حمل السلاح إلها متاح دون ضوابط نعم. ودون تشريعات ودون انظمه يعني كثير من انا خل اقول أصف على هذا المصطلح يعني هنا أنا موقف وزاره الداخلية محدود جدا أو وزارة الدفاع أو كل من إلى يتعلق أي جهاز متعلق بحفظ الأمن العراق داخل العراق المفروض تكون هنا دورات تفتيشية لحمل السلاح دورات سحب أني هذا الشخص اللي طلع اللي كان حمله قتل عادي عنده هذا لو كان عنده خوف لو كان عنده عارف أنه أكو قانون صح موجود هو أوكي بس انه راح يعرف انه راح يتفصل الاهله راح يطلع منه لا انا القانون لو اشدد العقوبات بي صدقي ما راح يكون اي شخص يقدر يحمل السلاح بي لان هذا تهديد للمصلحه العامه وتهديد لاي شخص اللي ما له بي انا القانون هنا اذا معناته انه ما اطاني بالصوره الصحيحه لان القانون اساس يشرح حتى لحمايه الاشخاص زين انا خليت الفلان وعلتان واي جهه كان ما تكون تحمل دون رخصه <applause> اذا انا هنا شارحه من الشخص العادي شنو السبب ما يطبق هذا القانون بطريقه صحيحه؟ بطريقه صحيحه لان بمصالح مصالح, مصالح آه يعني مصالح كل شخص ومصلحته يعني آه نعم اذا اليوم. يعني اليوم احنا لما نشوف هذه الحوادث اللي بدها تكثر هذا الموضوع ايضا بده يسبب رعب بالاوساط زين يعني انا اليوم كاعلامي اذا يكتم علي الخبر وما اقدر انقله بطريقه صحيحه شلون نعالج الموقف؟ تعالجي موقف انه بالاساس انه ما جاي يشرع ليش انت قانون حتى تحمينه وين يشرع القانون ما جاي يصير تنفيذ على ارض الواقع ما يطبق ما جاي يطبق مجرد صار قانون تخلى على الرف ها هي للاسف نلاحظ اليوم وزاره الداخليه اقدمت على موضوع انه الدقه العشائريه صنف تحت قانون اربع ارهاب يعني اليوم ليش ما نشوف حملة السلاح ايضا يعاملون بهذا المادة؟ والله انا اتمنى اتمنى من وزير الداخلية ان كان يستمع, يستمع لنا او كان يستمع لحضرتك او اي كان يحدد من هذا الشيء، <applause> يسوي حملات مكثفة <applause> وواسعة بالذات المناطق اللي صارت بها جرائم الكثرة معناته انه اني صلابة شاير رشاشة وعادي ما مهتم ولا خايف، معناته انه هنا اكو ضعف. بالكادر اكو ضعف بالمراقبه <applause> اكو رعف. انت لو عفوا لو شفت يمكن بالفيديو الناس تتصل عن نجدة أنت <تضحك> لو تابعت حضرتك وتشوفوني يعني معناتها ما كنت <تضحك> تلبي <تضحك> من قوة الأمنية أنا مقصد الإساءة بس قصدي إنه يا ريت توضيح توضيح للحقيقة آه يا ريت انه سياده الوزير الداخليه يشدد على موضوع هذا الشيء انا ما اسي على حد ولا شيء بس انا كمحاميه وكاعلاميه حضرتك احنا لازم نوصل صوتنا اللي كان ما توصل المعلومه بصوره صحيحه لازم نوضح هذا الشيء لازم يكون تجديد مجلس النواب لازم على قانون حمل السلاح لازم تكون عقوبته انا حبسه سنه وخمس ومليونين لا اشدد العقوبه مو بس اشدد العقوبه اي حامل السلاح سواء كانت حتى لو كانت انه الاحزاب ولا جهه ولا غيره ارقم لهم انا يعني ما اخلي السلاح انه يكون متاح للكل هذا السلاح مرقم حتى إذن كل شخص يعقد. العقوبة غير كافية غير كافية من نعم. أمن العقوبة مساء نعم. الأدب. نعم لازم تكون عقوبة مشددة أكثر لأن يعني احنا حالين بوضع أمني خلينا نقول الحمد لله والشكر أرحم شوية حالات الاختيال اللي احنا جاي نشوفها ست يعني هذا السلاح مين إجاه فهذا يعني للاسف الشديد مشكلة انه استهداف لناشطين، استهداف لاعلاميين، استهداف لشخصيات عامة، يعني الموضوع زاد عن حده ما كان بهاي الكثرة، ليش شنو الاسباب؟ ما هي الدوافع اللي تخلينا اليوم نوصل لهيك مرحلة؟ صدق ستي، انا كان عندي اليوم مرافعة بفلان محكمة نعم انا خفت اروح والله العظيم انا احكي الصراحة، لان يعتبر احنا اشخاص مستهدفين، ليش؟ لان احنا نحكي ونقول محامية ودارسة القانون تخافين تروحين مكان عام؟ نعم أحكي الصراحه يعني أني مو بس أني كثير من زملائي لي يعني موجوده ومنتشرة وشفت صارت لهم اختيالات وصارت لهم كتل ومعروفه الحالات وانتشرت هذا الشيء زين أنا, انا هذا السلاح شلون احده لازم هنالك قانون يطبق بطريقه صحيحه نعم. او بطريقه اقوى من او تفرض قوانين تكون اقوى من هذه القوانين لانه يظهر انه العقوبه غير كافيه نعم. لهذا استشر موضوع السلاح نعم. يعني تشوفين ايضا موجود السلاح حتى بيد العشائر يعني هذه ايضا حجه اليوم الواحد اللي ما يقدر ياخذ حقه بالقانون يروح يلتجئ للعشاء كثيره كثير من صارت هاي الحالات انه اكثر حاله تعرضت لها ست عفوا انه ناحية اللطيفيه انه اب انتزعت من يم الحضانه مال الاطفال اخذ السلاح كتل خمس اشخاص زين هذا من اجى السلاح من اتاحه هل من معقول انه انا كقوه أمنية من أجي أنشط المنطقة أو أجي أدخل أنا عفوا طبعا أنا عذروني يعني ما أعرف هالمصطلحات وزارة الداخلية ولا شلون يقولوها فأنا أحكي على المعلومة اللي أنا أعرفها يصير تنشيط دائما مستمر للمنطقة يصير أكو ما شاء الله إحنا عندنا أجهزة متطورة وكادر كادر سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع يصير تعاون بيناتهم أنا أنشط أنا أحد أنا أحمي مواطن أنا مصد... آني جاي على أساس حمايته زين هسه المواطن العادي إذا اذا احنا احنا المعرفين نخاف احنا نطلع ست نخاف يصير عندنا اختيالات يخاف يصير رأي... المواطن العادي شو يقول اللي قاعد ببيته ويجون يرمونا ويجون يقتلونه انا يا ريت مثل ما الدقه العشائريه صار لها قانون كلش حلو اربع ارهاب يا ريت حمله السلاح تزيد العقوبه عليهم وتزيد الانضباط وتزيد الحملات التكثيفيه ايضا عليهم نعم. لان احنا بلد يعني للاسف الشديد انا اسفه على هذا الشيء يعني صار انه السلاح يهدد حياه الكل صار السلاح متاح بيد الصغير وبيد الكبير وبدون خوف طبعا مو بس ايضا السلاح الناري هم ايضا اسلحه اليد البيضاء احنا عندنا عفوا خناجر او سكاكين او غيره يعني هاي المفروض هم تكون عقوبات لها صارمة اكثر حتى لو ان تنازل المدع يعني بالحق الشخصي لازم المدعي نعم. الحق العام يكثف العقوبه عليها ويخلي غرامه ماليه اكثر حتى الحد من نعم. يمها زين خليني ارجع الى قانون حمايه الصحفيين والاعلاميين ممكن تشرح لنا شويه عن هذا القانون حتى نبين بس للمشاهد اللي يعاني الاعلاميين والصحفيين خصوصا في ايصال المعلومه ها تمام احنا المفروض انه كل اعلامي له الحق في وحمايه قانونيه في اطلاع المعلومه مه. وفي التعبير ما كان غير مخالف مه. للسلوك مه. والعادات مه. ومجتمع البلد نعم الى حق يعني احنا دستور والقانون حماله خلا يوم اللي يجي اعلاميين كثير يجون يريد يحجون على كذا حزب تلاقيه ورا فتره صفه صفه يوم اللي تجي سجل عمر تريد تحكي انا قلت له الصدق أنا المواضيع السياسيه انا ما احكي بيها <applause> نعم. <applause> <applause> انا اسفه على هذا الكلام لا ولا آه بس ليش؟ لان حريه الراي وحريه التعبير احنا حتى لو نريد نحكي نخاف ليش؟ لان ما عندنا حمايه للاسف الشديد ما عندنا حمايه تكفلنا لنا، حضرتك عندك معلومه وصلتيها، يمكن هاي المعلومه راح تطلعيها وادله راح تطلعيها يمكن راح يمكن ما راح تبقين عايشه. فاحنا ما اعرف يعني انا اعطي حريه وقيد الحريه. هنا الصحفي شلون راح يكون دوره؟ مه. كثير ما نعرف احنا من زم... زملائك او هم خلينا نقول احنا زملائنا او اخواننا الاعلاميين راحوا بالهدر، راحوا مه. لان هم كانوا يريدوا يوصلون فكره صح، رادوا حتى يحمون مش حمايه المجتمع، يشرعون، يطلعون سوالف، يطلعون ملفات، يطلعون غيره، لو يصطفون، لو يتهددون، لو ينكتلون. اذا حلم الصحفيين والاعلاميين العراقيين بالعراق منذ 2003 لم يتحقق مع مجيء الديمقراطيه هو مو بس من 2003 هو حتى قبل 2003 نفس الحاله كان الاعلام مقيد قال يا الله اجتني حريه راي صارت اغتيالات زين هو من كان محصور اساسا في الزمن الماضي كان نعم. محصور بيد الرئاسه او بيد الدوله نعم. اليوم ما يفرق الموضوع شيء يعني يوم انا لما اجي انا جيت بحريه والمفروض يعني حريه التعبير تكون مكفوله وكل الناس تقدر تحكي وهاي طبعا بحدود ضوابط وما نعم. الى ذلك نعم. لكن انا لما اجي اليوم احد من من هذه الحريه او اكمم هذه الافواه نعم. اذا ما فرق شيء عن السابق تمام حضرتك حكيت موضوع قبل قبل ما بدي قلتي انه ما يصير انت تحكي عن معلومه اذا كان انت ما عندك مصدر قوي عنها زين انا علمت بهاي المعلومه اذا ما كان عندي ثبات انا راح اعرض نفسي المسؤوليه قانونيه زين انت بهب نفس الحاله انت تعطيني صلاحيه وتقيدني زين انا بهالحاله ايش اسوي خوف انت تعطيني وانا اقعد اقرا لك نعم انت نافيتني انت لو تعطيني مطلق الحريه حتى انا احكي كقانون كافل إليه لا، اما انا يعني اعطي وقيد هذا ما يصير هذا تناقض بحد ذاته بين تشريعين انا اتمنى انه يتعدل واتمنى يصحح لان يعني انتم جهه ومكانه واحنا نعتبر احنا الاعلام قوه لا يمكن ردعها نعم فاني لازم اكفي كل عفوا يعني كمشرع أه اني كمشرع لازم يكفي حريتكم حريه التعبير حريه من يقوم بايذائكم اذا اردتوا تحجون اذا اردتوا تسوون اذا اردتوا هذا لازم اكو قانون رادع له انا يوم الاعلام اللي ينكتل من اجى حاسه وطلعه صدق بالله ما راح يقدر يتقدم انه راح يسي او يؤذيكم او يهددكم او يتم تصفيتكم نعم زين السجا اليوم ماني لما اريد احمي الاعلاميين والصحفيين انا لما اريد احمي نفسي وابقى امارس عملي شلون بهاي الحاله شنو القانون اللي يساعدني بهذا الموضوع والله للاسف يعني اوكي احنا عندنا قوانين مم. ومفعله على القتل المتعمد وعلى حفظ الحريات وعلى غيره نعم. او يمكن يتحاسب انا قلت للست القانون يحتاج له تجديد قانون العقوبات العراقي يحتاج لتجديد بالعقوبات مم. لان مم. وضع العراق يختلف صار حياته صارت تختلف الناس صارت تختلف الفئات صارت تختلف فلازم اكون انه تجديد الحق العام لازم ما اكون اخليه انا مخفف نعم. اليوم اللي تنازلوا الاشخاص عن قتل او هدر دمهم اني لازم ما اخلي انه سنه حكمه وطلعه بعدين لان هذا شنو معناته فرد نوبه انه نعم راح يرجع مرت اللي يكرر يقول أكيد. لك ادفع فصل اني ومتهين منه لازم اشدد لازم ما اسامح ولا هذا اشدد العقوبات أطرق الحمايه الحفاظ على الامن وعلى حياه الاشخاص لان هاي مسؤوليتهم هم حمايتنا احنا يوم اللي تجي اكو قوانين أو اوكي ويحاسب اوكي بس ما ما يكون بصوره ما يكون راضي على زين سلسله تشوفين بانه هذا القانون انه يحتاج الى تشريع من جديد لو تعديل عليه. تعديل واللي هو تجديد م -م. تجديد العقوبات، قانون العقوبات العراقي آه لازم يعدل ولازم يشدد العقوبات حسب ما هو متطلبات وحسب ما هو موجود بالظرف الحالي. نعم. زين نلاحظ اليوم اكو التطور بالمنظومه الامنيه من قبل وزاره الداخليه أم ايضا توجيهات سيد رئيس الوزراء بانه يجب كف الحريه التعبير يجب يعني هناك قانون يحفظ الاعلاميين والصحفيين من الاعتداءات وما الى ذلك رغم هذا دنشوف اكو اعتداءات ودنشوف الكثير من الاعلاميين ما ماخذين حريتهم وهنالك تهديدات بعضهم يتعرض الى تهديدات اليوم هذه التهديدات شلون تقدر نسيسها الى مصلحه الـ الـ الاعلامي اللي يتعرض لها حلو تمام احنا قوات الامن آه عفوا جهاز الامن الوطني م -م. الفعال جدا حاليا هسه صارت منظومه بي جديده نعم. اللي هو يقدر يتابع كل رسائل التهديد وشكرا طبعا لوزير الدفاع ولي ايضا وزير آه آه رئيس الوزراء اللي فعل هاي المنظومه اللي خلى خبراء مختصين بمتابعه كل شخص يقدر يهدد سواء كان اعلامي ويقدر انه يكمش طبعا شاكرين له وشاكرين فضله ونتمنى انه تكون اجهزه او تطورات ودورات اكثر واكثر لغرض الحد والحمايه اي اعلامي او اي شخص من التهديد او من القتل. نعم، سي من خلال عملك اكيد صادفت الكثير من الحالات مثل هذه اللي هسه تطرقنا لها، وانه هنالك اساسا اعلاميين يلفق لهم التهم، وبعضهم ممكن يستغلون صفحاتهم الرسميه او صورهم وفيما بعد يقومون باستغلالها بامور اخرى مما يعرض هذا الاعلامي او الصحفي الى التهديد او التشهير، بأكيد صادفتك كثير من هذه الحالات. احنا كثير من الاعلام، اني حاليا صراحة أنا كاستمعت. نعم. آه اوكي، يعني انا استمعت انه صارت حاله آه بناشطه م -م. بناشطه اجتماعيه. نعم. آه طالعه هي وصديقاتها. آه يعني الصور تدرين يعني هي صديقتها طالعه وياها. نعم. تم تفريك صورها على يعني عفوا على افلام غير اخلاقيه مه. وتم ابتزازها الكترونيا. تعطيني فلان مبلغ يا اما انشر هذا الصور يا اما افضحك واخليك انه انا اهلك وعشيرتك. قلت له يذبحوك طبعا هي راح تضطر انه هي تدفع تدفع دفعت رجعت مزيح. نفس الحاله استمر التهديد استمر التهديد بهذا الشيء وبهذا الفعل آه مرات آه لحد ما قدم الشكوى والحمد لله والشكر تحاصر الشخص المعاقب عليه. مه. حاله من الحالات اللي جتني آني يا ستي آه اكو بنيه تشتغل عفوا يعني يعني تشتغل بمجال نعم ابو شغل مالتها يعني قالها انه سلاح ولا غيره موجودين نعم. صور لها فيديو انه اني حراميه اني كذا وكذا 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 قولي لي هذا الشيء حتى اخليش تطلعين يعني عفوا من العمل دون ما امسك او حتى امس نعم. نعم هذا الشيء حتى يخليها تحت امرته اجتي آه قالت لي السجاهيتش شو الموضوع خايفة يريد مني كذا أفعال كذا يتشياتين طبعا رحنا قدمنا شكوى وتم معاقبتة وتم حبسه وتم أخذ عقوبة شديدة له شاكرين جدا تعاونهم آه طبعا للأمن والمخابرات واللي كل شخص الكادر اللي صاير جدا راقي نعم. احنا شاكرينه جدا لان هسه حاليا احنا المنظومات الابتزاز الكل موظفين بيها الكل مهندسين بيها جاي يعملون بكثافه هذا شيء حلو ومطور ومشرف للبلد نعم. لان مع منظمات حقوق الابتزاز الالكتروني والابتزاز هاي كمنفذين كمبرمجين كشيء فعال دورهم فاني تحيه لهم وشكر خاص لهم وكل من ساعد وخلى هالمنظومه موجوده حتى حمايه المجتمع العراقي وحمايه المراه والرجل من التهديد والابتزاز. اكيد وهذا شكر لوزاره الداخليه م. على وجه الاخص والفوات الامنيه م. لانه بالحقيقه جهود دي بذلوها جباره بخصوص نعم. موضوع الابتزاز انا يعني متابعه هذا الموضوع من نعم. فتره وخ... وكثير من محاربي الابتزاز الالكتروني يشيدون بعمل وزاره الداخليه بانه هنالك ورش عمل ايضا تقام ضد هذا الموضوع يحذرون من عنده حملات تثقيفيه بالمدارس دا نلاحظ نعم. كثير من الحملات التثقيفيه اليوم اللي احنا محتاجيها خصوصا بين المراهقين بدنا نلاحظها نعم. فهذه جهود اساسا يعني مباركه بالحقيقه لوزاره الداخليه م. وبنفس الوقت احنا مثل ما نسلط الضوء على الامور السلبيه م. نسلط الضوء على الامور الايجابيه اللي تقوم بها وزاره الداخليه من اعمال آه بالحقيقه احنا نشكرهم عليها لان لولاهم لكان عمت الفوضى بشكل صحيح لا يوصف وخصوصا احنا عندنا بالعراق الان نلاحظ استهتار من قبل بعض المراهقين صح. لانه ده تعرفين تطور السوشيال ميديا يؤثر ايضا بشكل سلبي على ابنائنا حلو احنا كان عندنا تيك توك احنا من كنا نخاطب او غيره نعم كانوا يقولون انه مصادر امن ما موجوده لا ما شاء الله حلو انه بالجهاز الامن الوطني او الجهاز الداخلي او وزاره الداخليه نعم استطاعوا انه يخلون اجهزه مراقبه ومتطوره لكشف هذا الشخص وحسابه وموقعه، طبعا شاكره فضلهم بهذا الشيء لان هم كثير من حثوا صار احنا تدري احنا عندنا الانستغرام والفيس والكذا صار مراقب فكثير من المتزنين الإلكتروني ما قاموا يروحوا ولا. قاموا يلتجئون على التيك توك، هسه نعم. الحمد لله والشكر حتى التيك توك صارت اكو اجهزه ومراقبات جدا واسعه فاحنا هم وسعيين فضلهم وممنونين يا بقل على حمايتنا من ابتزاز ومن كل شيء. نعم، خليني أرجع إلى حرية التعبير والصحافة. نعم، سسجة. اليوم مثل ما تعرفين بأنه الإعلامي بشكل او باخر مهدد ممكن كلمه بتجو وتضيع حياته ممكن بموقف غير مقصود لكنه يحسب عليه كونه مسلط عليه الاضواء بالتالي معرض حياته للخطر هل هنالك قانون يتيح له بانه يحمل معه السلاح او على الاقل تسهيلات بحمل السلاح للاعلامي او الصحفي نعم حاليا اكو تشريعات وصارت تعديلات على حمل السلاح كل شخص كان معروف او ناشط له الحمايه بحمل السلاح حسب ما هو مستوجد وحسب ما هو مفعول به يعني اي شخص اعلامي او بلوغر آه يكون إلى صفة محددة على قانون حمل السلاح أتوا إليه بس هنا راح يكون عنده شوية صعوبات <applause> لأن متطلبات كثيرة إليه فأنا أتمنى أنه يتم تحديد من يعني تقليل من يمها زين ليش ما ما يخففون من هاي الاجراءات على الاقل اللي خلوها مثلا شيء نقدر احنا مثلا نجي نقدم على موضوع حمل السلاح يكون اكو تعاون فد الاجراءات ميسره مثل ما سد نشوف مثلا الجواز أصبح يعني كان قبل اكو فد اجراءات معقده اليوم لا. سهلوها كثيرا وبالحقيقه هاي هم يعني امور ايجابيه تحسب لوزاره الداخليه حقا. ليش ماكو اجراءات ايضا بخصوص موضوع تسهيل اجراءات حمل السلاح للافراد اللي ممكن يكونوا معرضين للخطر او حياتهم مهدده. هذا يا ريت الفعال يكون قانون، احنا نقول الحين كادر اعلامي، انا ما اعطي لكل كادر اعلامي انه اوكي نعم. حمل السلاح، بس كمقدمين برامج اللي بطول. موجودين الاعلام هذا المفروض أنهم حق دون مماطله، يعني نعم. انه فقط مجرد طلب قدم انه هذا لين حقه، لان يعني هو مستهدف كانسان نعم. مستهدف، هذا المفروض انه يمسر الى اجراءات تعسفيه بحقه. مه. قانون حمل السلاح ايضا احنا كمحامين، احنا قلنا يا الله طوني مبارك علينا نعم. بعدين من قدمنا ومن سوينا ستهم خلونا متطلبات وتعليمات صعبة كلش نعم. فاني أتمنى من وزير الداخلية أنه يسهل لنا الأمور لأن يعني احنا حتى نقدر نحمي نفسنا ولا هم أم أيضا قادرين احنا ما نسي ونقول أنه هم جهاتهم ولا غير قادرين بس تدري ماكو بلد ما بيه خروقات أمنية لكن السجن اللي أعرفه أنه من حق المحامي أنه يحمل السلاح وقفوها ست حاليا احنا سططونا قالون بس من المقدمين ماكو كل حد أني شنو السبب؟ يقولون احنا ما عدنا اعداد انه الرخصات خلاص ماكو يعني اعذار غير مريحه اعذار يعني غير كافيه يعني احنا محامين مقدمين بالالاف حمل السلاح ناس يعني ناس اوكي تطلع لهم ناس اجازات ما تطلع لهم، نعم. حد ما قامت نقيبه المحامين بالحد قالت يا ابو المحامين مقدمين بالالاف نعم. وحضرتكم انتم ما جاي تطونا واحنا بفلوسنا نعم. طبعا يعني اللي احنا السلاح هم اللي يجيبون الوزاره نعم. واحنا بفلوسنا نقدر نستحصله، نعم. انتم ما جاي توفون هذا الاعداد يعني الكارثيه يريدون يحمون نفسهم خلاص نعم. فحددوا يعني هم علينا نعم وهذه مناشدة سيد وزير الداخلية بأنه ينظر بموضوع حمل السلاح يعني إحنا اليوم نشوف الكثير يحمل السلاح بدون وجه حق الكثير عنده سلاح بالبيت أو عنده سلاح هو ما محتاجه لكنه قدر عن طريق واسطات او غيره انه يحصل على رخص لحمل السلاح اما احنا كاعلاميين وكمحامين ايضا يعانون من نفس الموضوع نتمنى من وزاره الداخليه التفاته حقيقيه بهذا الموضوع حول موضوع حمل السلاح لانه فعلا لو ما كان يعني هذه الفئتين محتاجين انه يحمون نفسهم كونهم معرضين للخطر ما كان اتجهوا الى هذا الاتجاه او حمل السلاح بالتالي حمل السلاح مو يعني مفرح او انه شيء احنا ممكن انه نشيله لسبب ما لكن احنا نخاف من انه يتم التعرض لنا بطريقه او باخرى وبالتالي ما نقدر ندافع عن نفسنا، كذلك ايضا الموضوع ينطبق على على المحامين ايضا ذول الناس حياتهم مهدده، اليوم تشوف المحامي يروح يترافع عن شخص فيما لو كسب الدعوه يجي الخصم يعتدي عليه وكثير من الحالات صارت واكيد صادفتك نعم. آه سسجه كثير من الحالات انه يصير باتجاه المحامي لانه راح ترافع عن قضيه فيما كسبها هذا المحامي تلقين الطرف الخصم اعتدى على بيت هذا او هدده او او تعرض الى الدقه العشائريه بعضهم أنا من هالحالات أنا شخصيا تعرضت بمكتبي ومثبت هذا م. بس أنا ما طرقت الجانب الإعلامي نعم. مثبتة بمكتبي صار عليه تهجم مرتين اطلاق عيارات ناريه ومن ضمن التهجم الاخر انه انا ممكن اطالعه من التقاعد العام مهما تعرضت الحادث هم اطلاق عيارات ناريه والحمد لله والشكر الله كاتب العمر السبب أنك تعرضت الله. لهذا الشيء آه لان انا كنت خصومه نعم, نعم. كنت انا خصومه اتنازعي او بيع القضيه انا ما ما اقدر فتعرضت لهذا الموقف يمين. نعم كثير من زملائي المحامين اللي تم تصفيتهم تم قتلهم تم هذا كون انهم كانوا متوكلين بدعاوي خصوم او كانوا مثلا خلينا نقول احنا ساعدنا ازاله شيوعها مثلا طلع طلع كذا شخص هذا البيت كان الشخص واجا طلع بالقانون خلاص انت صرت ادند إليه صفا <applause> للاسف بانه بدنا نتعرض احنا كعراقيين لهذا، بالتالي يعني احنا نعم. من حقنا انه نحمي نفسنا ومن حقنا نطالب وزاره الداخليه بتخفيف الاجراءات او على الاقل اتخاذ اجراءات ميسره للناس اللي فعلا تستحقها، عند نشوف احنا السلاح بيد من هب ودب، نعم. لكنه للاسف ماكو محاسبه نعم. عليهم ماكو عليهم فالضوابط تمنعهم من هذا الشيء او نعم. بالاحرى قانون يطبق عليهم نعم. بصوره صحيحه نعم. ماكو نعم اليوم انتم كقانونيين بماذا تطالبون؟ احنا اول شيء نطالب بتعديل حمل السلاح نعم. وتقويته مهم. وايضا كيف الحريات التعبير نعم. سواء كان للاعلاميين وايضا للمحامين نحن نعتبر انتم حضرتكم كواجهه اعلاميه نعم. ونحن ننقل ما بموجود من قوانين من تشريعات نعم. من غير كاستضافات اول شيء نطالب احنا بمتاح انه انه احنا حمل السلاح لأن احنا اشخاص مهددين ومعرضين بلاها انه انتم صعبون علينا احنا امر شلون احمي نفسي اني أنا انسانه شلون احمي نفسي أنا اذا تم منعتني او خليت لي ضوابط ليش حديت لي منها ليش طيتني قانون انا احمل السلاح ولما جيت اسوي طيتني موانع ووقفت لي زين انا بهالحاله لا انتم تقدرون تحموني ولا انا اقدر احمي نفسي ايش راح اسكن اني فاتمنى انه يكون متاح لنا ويعطونا حمل السلاح ومتاح لكل محامي وكل اعلامي وكل شخص نعم. كان مهدد حياته، على الاقل احنا نكون حمايه لنا، هو طبعا مضره مو منفع، لان احنا اذا استهلك هذا السلاح بصوره غير صحيحه احنا راح نحاسب، لان يعتبر راح يكون تسجيع لنا، فاحنا مكيفين به، بس مجرد احنا نطالب انه يسمحوا بحمله ولا يعقدون الاجراءات. واساسا حمل حمل السلاح حتى وان كان مجاز هو بحد ذاته مسؤوليه على حامله، نعم. يعني انا يعني لو لما يكون عندي سلاح موجود وياي مثلا خلينا نقول هذا حيعرضني ايضا لمساءله فيما لو استخدم بطريقه خطا نا. او ممكن شخص او انسرق نا. بالتالي راح اتحمل مسؤوليته اني هذا واكيد هذه تبعاتها ليس نا. بالامر نسهلة. الجيد ولا ولا بالسهله مثل ما تفضلت حضرتك لكن امر لابد منه انه أنا اريد احمي نفسي ففي حال اما نونة وفي حال انه اصبحت هنالك حمايه كامله لنا وقدروا يحافظون علينا وانه ما يتعرض م. اي انسان لحياتنا م. كان احنا شو نسوي بالسلاح ما نريده احنا نروح نودي رخصتنا بالضبط نتمنى بانه يكون هنالك تجديد امني اكثر نعم. بخصوص موضوع الاعلاميين نعم. والصحفيين بالتالي هذا الموضوع احنا جزء من الشعب العراقي بالتالي نعم. احنا ناقلين للحقيقه نعم. فاكيد نحتاج بهالحاله انه الدوله ووزاره الداخليه توقف الى جانبنا بهذا الموضوع نعم. انه تخلي حد كل من تسول لنفسه بالاعتداء على الاعلاميين او الصحفيين كون واجهه هذا البلد ايضا يعني بدون الاعلامي بدون الصحفي انت شلون تقدر تنقل المعلومه شلون تقدر توصل الحقيقه ففي حال امنونا وقاموا بحمايتنا احنا شو نسوي بالسلاح بلا منه لانه مثل ما تعرفي انه نعم. هو مسؤوليه بالتالي نعم. مثل ما نعم. تفضلتي حضرتك نعم احنا اليوم نريد نسلط الضوء ايضا على موضوع جدا مهم وهو حمايه المحامين القانون كفل لهم بأن يكونون المحامي يترافع ياخذ قضايا من الناس يعني يكون موكل بدوائر الدوله اليوم شلون ان ده تعانون انتم من هذا الموضوع؟ طبعا هذا الموضوع جدا صعب وجدا احنا جاي نشوف به تعرضات انه نعم. يوم اللي احنا والله يعني اكثر من المحامين يوم اللي يتوكل على دعوه وكان خصمه يعرف هذا شخص فلان خصم صدق بالله يعوفه يعوف الموضوع إذا كانت إحنا محامين مكلفين بحماية ومدافعة حق مظلوم مه. وشخص خلينا نقول إحنا معروف يعني توجهاته أو شياته أو غيره يوم اللي إحنا نترافع به يعني حيكون إن ما عندنا حماية قانونية للأسف أه ما إن قانون مشرع مه. بحمايتنا، بحفاظ عن حقوقنا، احنا بالعكس نعم. احنا ناس اخطر مواجهه، نعم. حالنا حالكم، نعم. احنا المفروض انه يكون حق لان احنا صد, صد تشريعيه نعم. او حمايه لتنفيذ هذا القوانين، والقوانين. نعم يوم اللي انا اطلع محامي انا محامي نفسي ومحامي نعم. حياتي، شو راح اقدر امارس عملي بصوره صحيحه؟ نعم. فانا مضطر مرات انا مرافعات تصير لي اذا ما راح يعني اذا خليت دفوع قانونيه كامله وصحيحه نعم راح يتم تهديدي فانا مضطره يا اما اترك الدعوه مهم. يا اما روحي مع السلامه تقصدين بانه فيما لو كان الخصم ذات نفوذ نفوذ نعم. سياسيه او او ينتمي لاحد الاحزاب نعم. تخافون تترافعون طبعا عن الدعوه بالضبط طبعا طبعا انا كثير من الفئه، <applause> اوكي ما احكي عن كل البعض، نعم. كثير من الفئه من الفئات يخافون يترافعون، فمعناته انه انا ما عندي حمايه قانونيه، أنا نعم. يعني اتمنى انه مجلس رئاسه الوزراء ووزاره الداخليه يتنفذون للمحامي، يعني لان كثير احنا ما صارت عندنا اغتيالات، كثير ما صارت عندنا قتل، نعم. كثير ما صارت ما عندنا، يعني احنا صار عندنا احنا حالنا حال اي شخص، نعم روحوا كتله وروح الله وياه. نعم. زين وين القانون وين العقوبات المفروض إحنا يكون انه قانون خاص بحمايتنا بتشريعنا لأن إحنا سلطة إدارية مهمة جدا إحنا ما ننفذ إحنا ما نترافع مختصين ما بالقانون يوم اللي أجي أني اه يعني اجي ادخل مجال او ادخل كوزاره اسمه يصير التعرض الي مو بس ايضا لفظيا انا يعني ما اقول بس الكتل كلفظيا كتجاوز كقيام اشخاص موظفين بالتهجم علي لفظيا اخلاقيا او او ادلال الي زين انا بهالحاله ترى التلفون شنو السبب هذا التجاوز؟ لأن يعني ماكو حمايه مختصر مفيد يعني حمايه ما تكون كافيه رغم انه ست احلام اللامي يعني ما تقصر وجاي تنفذ وجاي تسوي بكل ما يتاح إلها لحمايتها طيب بس تدرين ايد وحده ما تصفق لان نعم. هي مو جهه تشريعيه سلطه هي مجرد ممثله لنقابه المحامين نعم. جايه تروح الطالب يابا احنا محامينا جايين ينتهكون جايين قتلون جاي يسوون لازم لهم حمايه لازم كثفوا لهم لا حياه لمن تنادي يعني قدمت طلبات مثلا نعم. للجهات نعم. المختصه لكن نعم. لم تجد اي رد نعم اكو مرات حاله حسب ما كانت عندي المعلومه مرات ترد ومرات ما ترد سدي يعني ماكو تعاون بين الجهات الرسميه مع نقابه المحامين لحمايتكم نعم ست اكو بعض اكو ست قلتش اكو بعض التعاون يصير موجود نعم وبعض التعاون يصير ما موجود يعني ست احلام اللامي خطيه يعني عفوا انا انا مر جرد مرات انه احكي مصطلحات حتى المتلقي يفهم براحتك نوصل المعلومه كما هي اوكي يعني نعم آه كمحاميين يعني آه كل الوزارات آه تروح وتناشد وتخاطب وتسوي بس ماكو رد إلها يعني هذا شلون يصير احنا جهه فعاله مثل ما حضر الاعلام جهه قويه احنا هم ايضا جهه فعاله نعم. احنا منفذين القانون اذا انا ما القي حمايه الا راح اسوي المرة ما تقدر هي تسوي لان لا هي وزيره ولا هي هي ممثله النقابه نعم. نتمنى من اصحاب الشأن والمسؤولين على هذا الموضوع بأن يلتفتون التفاته حقيقيه لموضوع الإعلاميين فحريه الإعلامي وحريه الصحافه هي من مسؤوليات مسؤولين هذه الدوله فعليكم بأن تحموهم هم والمحامين ايضا المحامين تقع على عاتقهم الكثير من المسؤوليات وبالتالي هم ايضا مستهدفين نتمنى من الجهات المعنيه انه تاخذ الموضوع على محمل الجد وانه تشرع قانون بحمايه هذه الفئات اللي ممكن تتعرض ارواحها الى الخطر بالتالي هم اصحاب عوائل وايضا عراقيين يحتاجون الحمايه من الدوله وهذه مسؤولياتكم الى هنا وصلنا الى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام خلوني اشكر ضيفتي المحاميه سجل عامري كانت معي داخل الاستوديو شكرا جزيلا شكرا جزيلا تعبنا تاخرنا لا عيوني ست حبيبي اهلا وسهلا بك الى هنا وصلنا الى ختام حلقتنا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل على امل لقاء بكم بحلقات اخرى الى ذلك الوقت نلقاكم على خير